مرحبا أصدقائي، وأهلا وسهلا فيكم على قناة ميزو جيمينج وحلقة جديدة من تختيم لعبة هورايزن زيرو داون. في وحوش كتير قدامنا، وأنا راح أخلص عليهم. لازم نخلصهم قبل ما نروح على المهمة. مو لازم، انا قتلت التنين من التنانين. يعني تعال يا حبيبة قلبي، خلينا نعمل شوية طلق. اهم شي التنانين، لانه هيك الجاي من فوق تخوف. دقيقة اشوفهم، في وحوش كتيرة هون على ما اعتقد. هداكو يا بعد قلبي. أخذ لك سهم من اللي يحبوا قلبك. لا، واحد تاني حس عليه. خلاص فهمنا. وين انا؟ لا، واحد تحت. تهل، كيف راح اطلع لفوق مرة ثانية؟ يلا، على حظهم، على حظهم. واحد منهم اصلا على وشك انه كان يموت. من هون. والله هي فرصتي. وينك وينك وينك؟ قتلت هذاك المسكين. لا حبيبي لا، والله اكل ضربة قوية كمان. What the hell is this؟ دقيقة دقيقة، جايكم انا. قول ما يقرأ. سحكي كان. والله راح. على ختم، شو هذا؟ What؟ افتحوا لي المجال يا اخي، نعرفكم انكم قوايا. خلاص علينا. دقيقة دقيقة، انا راح اوريكم. لا حبيبي لا، يلا يلا يلا. والله عم يا اخي ما عم تزبط، ما بعرف المنطقة هيك مو حلوة، المنطقة سخيفة. عم تشوفوا مو كلها جبال، عم نروح عم ضيع، يعني ما عم بقدر اقنص عليهم. طول بالك.
هذا واحد راح. تعال عم يضرب ضربتين ورا بعض. شوفوا شوفوا قديش قوي الكنس. اوه في واحد من ورا كمان. ما شاء الله الشباب مهتمين علي. هن فكرن انه انا ضعيف. انا موت. هلا وقت هذا في شرفكم. ما عم يضرب خلاص. والله هدول كانوا قوايا قوايا يعني مو سهلين. منيح كنت عامل دم كثير انا. اها شلون شفتها؟ بس كان في تنين انا ما قتلته يعني. كان دمه رايح على النص يعني. بس نص دمه رايح مو كامل. ها شفتوا ولك؟ شفتوا؟ هلا خلينا نشوف وين راح تكون المهمة وشو في بانتظارنا. أصعب من هدول؟ والله على الأغلب راح نقاتل هلا وحوش تانيين آليين. الله أعلم. ما بعرف إذا نحن قربنا من نهاية اللعبة ولا شو. يعني الليفل 25 مو قليل. طالع فوق 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 فوق. شو هالمرحلة؟ شو هالمرحلة؟ شو هذا؟ هذا التنين نفسه اللي انا قتلته. والله اذا ما الاقي نقطة اخذ فيها كفر مستحيل اقتله. لانه سبق وقتلت واحد. قتلت واحد مهمة جانبية بس كان صعب كتير كتير يعني. لحتى لقيت موقع اتخبى منه وبعدين ضربته. يا والله لا يا حبيب لا. بما انه المهمة فينا نروح لها. المهمة مو قتل التنين. رح نكمل على المهمة. احسن طريقة للذهاب والمضي والفرار. من وين فهم؟ ما في طريق قدامي وعم قول من وين؟ من وين يعني؟ اوه ما هذا؟ ما هذا الجبل الذي لا يقع يعني؟ ما بعرف شو الاسم. ها هي وصلنا. صارت اللعبة تمشي لحالها. في باب هنا. Yes, yes. Quickly now. I prepared the way ahead for you. عم يقول ها هو مجهز الطريق لي. To a point. You'll see. عم تقول انه كأنه انا كنت هون من قبل. يمكن. You made a climbing path for me. يمكن. Army of machines for me to deal. ما في طريق غير هذا الطريق اللي عم تحدده لها وانا لها. شوفوني شوفوني وانا. ها شو هذا؟ اطلع لفوق اطلع لفوق. شو هاي؟ ايه اها بدي اطلع لهنيك. في كهف قدامي. والله هدول الدرجات تبعهم حلوين يعني. يمكن هذا المحل اللي بدي ارجع منه. هو مجهز لي الطريق. انا ما بدي احكي معك. يلا انا زعلان. There'll be enough time later for you to ransack this place. Aha, okay. For years I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. طيب. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. في عنا مشكلة لازم نحن نتجاوزها عم بيقول. It never occurred to me that the way through would not be with
ما بعرف هذا صديقي هو انقذني يعني. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. Repairing Gaia? يعني نسأله شوي؟ نشوف هلا شو راح يقول عن Gaia. Said we could restore her, but After seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. طيب. I concur. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less تمام. convenient. تضحية غايا. غايا ضحت بالمشروع كله. مشان الفيروس ما يأثر يسيطر. لأنه لو الفيروس كان مسيطر على غايا كان رح يقتل كل الجينات البشرية اللي جواته. وهل الاستنساخ اللي صار مع إيلوي مثل إيلوي. To replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years. Counting the time we have left by the hour. تقنية في تقنية إنه ممكن تعيد إنقاذ غايا بس رح تأخذ سنين طويلة. Yes. When you find the master override, you will gain the power to defeat Hades. Hades. ما بعرف شو هذا Hades. Hades هذا الزلمة يمكن. ولا شو؟ Active scan. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. من وين نروح من هون؟ Mind your foot. دقيقة. لا 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 لا. اها يعني انزل هيك. دي انزلي. ننزل؟ ايه ننزل. شو عم بعمل انا؟ انا عم بطلع الطريق كان فيه مثل الضباب فقلت ممكن يكون طريق غلط. What is this؟ شو؟ ننزل يعني؟ ها شو هذا المكان؟ معقول نقدر نوصل له بطريقة تانية؟ ولا لازم؟ ها ما فيني اروح له اصلا. بس والله هيك شكله. ها في محل جايك. طيب نحن راح نروح على المهمة هلا حاليا. ما بدنا نستكشف امكنة ومحلات نحن ما بنعرفها اصلا. من وين هلا؟ كيف بدي اروح لهني؟ ها؟ ها هون. في طريق بس انا ما كنت شايفه. هلا اذا اقفز على هيك بدي اروح؟ عم بقول لي لا تفكري اعمليها بس. والله قفزتها حلوة. Don't طيب وهلا؟ ها في فوق. يلا يلا يلا. ليش عم تجي لهون يا إيلوي؟ والله عم بروح لفوق أنا يا حبيبة قلبي. أيوة. بس ليش هيك الكاميرا؟ أنا هيك عم حرك راسي معها على اليمين على اليسار. جيتكم يا الربع. شو هالمكان التعبان؟ الارض هيك الابواب صايره ما بعرف بشكل جانبي. الاشياء كثير مختلفه عن البقيه. What is this؟ ما راح نروح. لا 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 ولا راح تم اكيد. لا لا والله ما راح تم. انا اسف. من وين نروح يعني يا ستنا؟ شو المهم هون؟ ايه؟ وين المهم؟ اها لازم اطلع لفوق بس. كأنه انا جيت من هون اصلا. يلا اول شي روحي لهون بعدين لفوق. يلا إيلوي والله عم حسها تعبانة ما بعرف شو. أنا حاسس إنه أنا جيت من هون ولا أنا غلطان؟ لا أنا غلطان 100%.
شو هالطرقات؟ شو هي؟ في رسالة هون. في مناطق، في أبواب خفية، بس نحن ما رح نروح على أبواب خفية، نرجع للمهمة. ها في شيء هيك عم يلمع. What is this؟ هذا الباب ما نقدر نفتحه. لا تؤاخذونا، نحن نبحث هنا وهناك. في أبواب وفي ممرات وفي غرف. نحن طريقنا من هون. شو هاد؟ طيب ما بعرف أنا مشان شو جاي أصلاً. لازم اقفز ولا شو؟ في درج. فكرت حالي راح اصير اتسلق، اصير سبايدر مان. سبايدر مان يا الله. نو من هون. اليزابيث روم. هي غرفة اليزابيث. She didn't even get a chance to unpack. معناها راح نلاقي شيء بغرفتها لاليزابيث. اليزابيث. And they're all destroyed. Scan them. The focus can rebuild them, but the process is slow. To us, it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. فيني أصلحهم بس بس. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to heal them. من هنا؟ من هون؟ شو هالأمكنة؟ واو. يلا خلينا نشوف. This is Charles Rodson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Come on. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. كفاية لغاية انه تعيش وتموت، انه يسوي مشروع غاية ويخرب. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think? Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Shui. Gaia. Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Hey, yeah, Elizabeth. No. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really, it's all right. ليش لابسة هيك درع؟ Guy's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. هي راح تروح مشان توقفون أو تأخرون. There's so much we. Guys, you know me. I'm no good at endings, at letting things end. So let's not. So. معناته هي ضحت بحالها. ان شاء الله بنشوفك بالجوار يعني. بس والله مبينتها رايحة وداع وداع يعني. هو يعني هي اللي كانت ضحت بحالها مشان مشروع غاية. هلا فهمنا شوي منها. اوكي. هذا كان اخر شيء لاخر يعني اتصال. And we are all in her debt.
والله إليزابيث، هذا شو بده مني؟ Aloy. She's gone. هلا هي صارت تعرف انه هي امها ضحت بحالها، هي مو امها صحيح. Survived Aloy and her achievements were. ليش هذا دقنه الضوء تبعه اختفى؟ بالعاده كان يضوي. هي اللي اخذت المسؤوليه كامله على عاتقها وابت ان يسيطر الفيروس على غايا. Stop acting like a machine. Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. ضحت بنفسها مشان الحياة على الأرض وضحت بنفسها مشان أصدقائها. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. A rational choice. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life, enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Aha. لو هي ما ضحت بحياتها مثل ما قلنا البشرية ما كانت راح تصير وما راح يصير الاستنساخ وراح يعيشوا هدول وينخلقوا البشر مثل ما انخلقت إيلوي. يعني هدول كلهم عن طريق الاستنساخ صاروا بعد ما هي ضحت بنفسها. صار الوقت لنروح اكيد من هون ما نحن شو هاد كان في اشارة في المثلث هاد يلا لا والله في شي لازم نرجع له طريق ها هذا الطريق اللي انا جيت منه ها هاد هو الباب اللي لازم اروح له انا فكرت انه بدي ارجع للمحل الثاني القصة عم بتصير محزنة وأنا لا أحب النهايات الحزينة يا إيلوي يا عزيزتي إيلوي من هنا فويس مسج ها يلا رجعنا للمناطق ال والله هالمناطق الجبلية حلوة حلوة ما بعرف شو أخذنا يعني بس اجينا مشان هي There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored. آه يمكن هذا هو كان المحل اللي أنا شفته بالطريق وقت اجينا لا هو آه لازم بس أقفز من هون أوه مو هذا هو بلي انا كنت هنيك كفو كفو انا اتحمست زيادة وقتلت حالي اخر شيء ها وهلا هون 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 يا ولد هون ما عاد اشوف انا هذا هو بس والله هيك في مسالك انا شفت مسلك يعني كل شيء الا هون يلا حبيبتي يلا اخذت شحمنا في الشحم يا حبيبتي من هون من هون لوين رايحة ربكم شو هذا راح امشي هون ها تمام فكرت بدي اكمل على اليسار فكرت بدي اكمل على اليسار وطلع تفكيري غلط شو هاد واحد ميت او ماي جاد هياكل ها هدول هنين الجنود اللي كانوا مع امها يمكن شو صاروا When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. I'm locked out of core control.
هدول هن اللي كانوا مثل المجلس تبعهم. ها هذا هو اللي بينهم كمان، هذا اللي شعره اصفر، كلهم ميتين. لازم اشوف الهولوجرام. Stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is, I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men. And women. We're gonna give them knowledge? Okay. Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. It doesn't need to be like this. ليش ميتين على الكراتي ما عم بفهم. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. Sacrifice? It's not a sacrifice. It's cultural obliteration, you crazy bastard. Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency. هاي لحماية قتل أبوه اللي قتلوا. ضحى فيهم. شو هالتضحية الزربة؟ شو هذا؟ وين مرة تانية؟ هو اللي قتلهم. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the sun ring. Everything these people achieved. والله ما عاد افهم يعني هو ليش بده يقتل رفقاته يعني. هو سببه انه لازم حدا يموت مشان حدا، يعني الاقليه تموت من اجل الاكثريه. قانون غاب هذا شو؟ No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the ground, they took them out of the world they made, the world we are living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. وهلا شو؟ هلا راح أشيل هاي القطعة. شو هاي القطعة؟ Master override. That's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. شلون؟ لازم هلا اقتل هيدي عن طريق هي. Return to the workshop. لازم نرجع للworkshop تبعنا. Workshop وين بس؟ شو هذا؟ ها في طريق. ها يمكن هذا هو الطريق اللي انا كنت بحكي عنه. لا مان مين والله انا غشيم. اوكي ريتيرن. لازم نرجع للسيليز وركشوب. هذا المحل اللي كان يشتغل فيه سيلي. تعالوا يا القطع. والله لوت حلو اكتشفناه مصادفة على قولة محمود درويش. ها في طريق من هون. خليني انزل من هون هيك. شو هذا الطريق لتحت ولا لفوق؟ ايه من هون. ايه ليش بدي انزل من هون يعني؟ شو هذا؟ هيك
شو اعمل هلا؟ هيك اقفز لهنيك يعني؟ منيح ما متت، شو هالقفزة السخيفة؟ أماكن أخرى وجدناها مصادفة، ومصادفة كان منحدر الحقل. الباور سيل هون، حلو. أنا جمعت كم واحد؟ صحيح مشان نعمل مهمة الدرع اللي ما بعرف شو. ها؟ هاي من هون؟ وهلا وين؟ أنزل هيك لتحت يعني؟ ولا أنزل؟ ليش ما أنزل؟ ليش ما أنزل يعني؟ وين أروح؟ عم بيقول لي أروح من هون. كيف راح أروح من هون؟ هاي في؟ هاي مسكيها. وهي الصفرة اللي بنمسكها مشان نطلع لفوق، ليش ما عم تقدر تمسكها؟ طيب طيب معقول ما عاد فيني ارجع للمكان اللي انا جيت منه؟ والحل؟ طيب كيف بدي ارجع لهنيك؟ ها؟ وات؟ لا لا اكيد في مكان، مستحيل ما يكون في. شو هاد؟ يعني معقول انزل بس ما اقدر ارجع؟ يلا هلا ننزل مرة ثانية؟ ننزل؟ ننزل؟ المحل من هنيك بس عادي. يلا هاي شخصيته الحقيقية هون صارت. هلا صارت الأضوية اللي بدقنه تشتعل تشتغل. قصة شو؟ Involved with the eclipse, but I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered Titan. هو شايفه لهيديس، بس هيديس شو؟ ما هو هداك شخص على الأغلب. يعني حسب ما نحن عم نشوف القصة، أكيد هو. Such knowledge, you have no idea. And in exchange, شو هذا العلم اللي نحن ما بنعرف شي عنه؟ helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the spire, not Meridian. The spire. Now why would that be? The spire was created by Gaia. Which part of Gaia? أي جزء من Gaia? Minerva. It's code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots. Shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines so they can devour the world all over again. في معه رمز هداك مشان يرجع يسوي احياء للآليين ويدمروا الكوكب مرة ثانية. The robots they've resurrected. They're just a means to an end. An army to capture the spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. Cut. Tell me everything about you. So how do I stop Hades? I've done all I can. From here on out, the rest is up to you.
اها من هون وطالع الموضوع لك انا خلصت منه بيقول Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in. Exactly. لازم تقرب تكون قريبة منه لحتى تقدر عليه قريبة من الهيدس ما بعرف منه هو هلا ممكن يطلع شغلة تانية. Where will you go? وين راح تروح؟ Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. إيه. And all this. صراحة راس. عم بيقول هذا الشيء عاد لإلك اه هي رح تعمل هالشغلة لحالها هي دو صايرة مثل جلد جلد ال الجاكيت هيك مجعلك يم ناس return تهش اسمها شو اللينز هاي شو هاي شو هذا؟ ها هذا الرمح تبعنا رح نركب القطعة عليه هو تغير لونه هو حلو I have to tell Avar that the eclipse are ready to strike after what happened with Avar 3000 I know he'll defend the city طيب but the spire معقول ننزل هيك ولا ننزل شلون؟ أخاف أزت حالي أموت والله أموت ما أريد أموت لأن شكله مو هذا الحبل اللي نقفز عليه بعرف مو شكله والله الله سترنا ننزل؟ هي ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم وبشوفكم إن شاء الله بالحلقات الجاية مع السلامة